حياكم الله جميعا. نحن وصلنا إلى الدرس الثاني، تكلمنا عن الدرس الأول ثم وصلنا إلى الدرس الثاني، تطور مفهوم الطبيعة البشرية. وقلنا اجتمع علماء النفس في مجلس عام ليتناقشوا ما هي الطبيعة البشرية وما يميز الطبيعة البشرية عن الكائنات الأخرى. فمنهم من أعلى من شأن العقل، ومنهم من أعطى أهمية للعواطف، ومنهم من أعطى أهمية للغرائز. لنرى نتابع. ما زلنا نحن في الوحدة الأولى بعنوان الإنسان، وتكلم لك تطور مفهوم الطبيعة البشرية، كيف يؤثر الإنسان في الطبيعة. ماذا سنتعلم من هذا الدرس؟ سنتعلم التعرف على وجهات نظر علماء النفس حول الطبيعة البشرية، أيضا رأي علماء النفس الذين أعطوا أهمية للعقل تكلمنا عنها، وأيضا رأي علماء النفس الذين أعطوا أهمية للعواطف، ودور الغرائز ورأي علماء النفس بها، ورأي ثورندايك وماسلو حول الطبيعة البشرية بشكل عام. احنا قلنا الغرائز هي أشياء متأصلة في الإنسان منذ أن خلقه الله، هي حب البقاء والخوف من الموت وحب الأطفال واستمرارية النوع البشري. هي كلها نسميها نحن غرائز موجودة عند يعني كل البشر، ولكن هذه الغرائز تختلف عند الإنسان عن الحيوانات. تعامله مع الغرائز يختلف عن الحيوانات، لها ضوابط تختلف عن الحيوانات. أما العواطف فقلنا هي حالات موجودة سلوكية تترجم عن طريق انفعالات معينة قد يصحبها حالي على الجسد، تظهر الذي ينتابه السرور يشعر بنلاحظ نحن وجهه متهلل بالفرح، الحزين وجهه بيظهر على وجهه. فإذا هي حالات نفسية تظهر على جسد الإنسان، تكون مصحوبة بتغيرات جسدية ونفسية تؤثر على تفكير الفرد. السيكولوجيا هي علم النفس أو دراسة سلوك الإنسان. الذي أعلم شأن العقل أرسطو، وأنا حطيتها هي اسم. نعم طيب، من هو نظر الإنسان بوصفه فكرا قبل كل شيء؟ ديكارت. خليك معي كمان السؤال لك عشان نحن من أجل السرعة. طيب صح ديكارت. طيب قسم في كتابه، يعني كتاب اسمه الطبيعة البشرية، إلى ثلاثة أبواب: الفهم، عواطف، أخلاق. من هو؟ ديفيد هيوم. سرعة شوي، ديفيد هيوم. أحسنتي، شكرا لك يا راما. شكرا. من أياد جديدة؟ ريما محمد، تفضل يا ريما. جاهز عليك السؤال. تحدث عن صور نفسية داخلية كالتخيل والتذكر والإدراك. سلاما وسهلا، تفضلي. من هو الذي تحدث عن صور نفسية داخلية كالتخيل؟ نعم، جون لوك. شكرا لك جون لوك. صح. عد العقل أداة التكيف الكبرى. من هو تفضل يا جوري. ويليام جيمس. جوري إبراهيم. شكرا لك يا جوري، شكرا. ويليام جيمس صح. نظروا إلى العقلانية بصفة القوة الدافعة إلى تطور الصناعة وتقدم مجتمعهم من الظروف الثورة الصناعية. أنا راح أجاوب عنها. لاحظوا معي، ديفيد هيوم، ويليام جيمس أيضا من الظروف الثورة الصناعية، لن يرد اسمهم مرة ثانية إلا في هذا الموقع. ونحن قلنا ممكن يجي على هالصيغ هاي، إما اختيار متعدد أو صح وخطأ أو فراغات. كيف الاختيار المتعدد؟ عد العقل أداة التكيف الكبرى. من هو؟ يضع لكم أربع فلاسفة، هو صاحب المقال هو ويليام جيمس. الصح والخطأ: تحدث عن صور نفسية داخلية كالتخيل والتذكر والإدراك، بدل ما يضعه جون لوك يضعه ديكارت. خطأ. وهكذا أيضا فراغ: الذي عد العقل أداة التكيف الكبرى فراغ. بحط لكم اسم الفيلسوف وأنتم تكتبوا اسمه.